أستاذ عمر خيرت، لما بنتكلم على المتمرد، حضرتك من أسرة طبعا يعني سليلة عراقة وثقافة وعلم، أعمامه واحد منهم أبو بكر خيرت اللي مش بس موسيقي، الناس كانت فاكرة بس سمعته كموسيقي، إنما هو مهندس شهير جدا، وزي ما تقال هو اللي بنى الكونسرفاتوار القديم، هو اللي بنى أكاديمية الفنون، له عم تاني معماري صمم كتير من مساجد مصر. ده أبويا. والدك بابا يا. عمك الثالث متخصص كان في علم النباتات والأنثروبولوجي بالضبط، وله كمان عم رابع طبيب، وليس كأي طبيب، كان متخصص في حاجة زمان كانت جديدة جدا، البكتيريولوجي. هو بكتيريولوجي ده علم موجود على طول، وهو كان رئيس قسم البكتيريولوجي في جامعة اسكندرية. وكان بيشتغل في لندن مع مين؟ مع فليمينج، آرثر فليمينج، اللي هو مكتشف البنسلين. بس هو كمان له اكتشافات في الميكروبات والبكتيريا والحاجات دي، اسمه معروف في الانسايكلوبيديا. يعني لما يبقى عم حضرتك زامل فليمينج وبنوا جوامع وأكاديميات، ويجي ابنهم بقى عمر خيرت ويقول لهم أنا بحب المزيكا بس، ده أول تمرد بقى. أول تمرد ده يعني، وده فعلا ما قدرش، لدرجة أن أبويا وهو بيذاكر لي ماتيماتكس في الثانوية العامة قال لي قوم روح الكونسرفاتوار كمل هناك. أنا كنت بعمل الحاجتين مع بعض، يعني أنا كنت في الكونسرفاتوار من إعدادي وفي المدرسة العامة وبعدين في الثانوي لحد الثانوية العامة، ولقاني بقى ماثيماتكس والقصص دي ودماغي في الموسيقى، فقال لي قوم يا ابني، هو فاهم يعني، فقال لي لا بص، انت تخلص الثانوية العامة وتروح الكونسرفاتوار تقعد، دي حياتك يعني، كمل تعليمك في الكونسرفاتوار. يعني هو لحد الثانوية العامة ما كانش مقبول ابدا بالنسبة له ان انت تبقى مزيكا بس، كان لازم تبقى اكيد حاجة زي عمامك. لا مش مقبول، هو مهم جدا زي اخواتي مثلا كلهم. في مهندس وفي دكتور برضه، في بالذات والدتي بقى، يعني هي اللي عايزة يعني هتعيش ازاي من الموسيقى. ليه بقى؟ لان عمي كان بيصرف على الموسيقى، ما كانش بيتربح منها يعني، ما كانش يعني ما بيعملش حفلات ياخد فلوس مثلا، ليه كان يعني عشان كده بقى شاطر جدا في الهندسة من حبه في الموسيقى، عشان يقدر يصرف على مؤلفاته.